حلقة جديدة من في المرمى يقدمها محمد القناص. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. ما هي سيناريوهات استئناف الهلال في قضية كنو، وهل ينجح في تعليق عقوبة المنع من التسجيل؟ والفيحاء يهزم الأزرق العاصمي للمرة الأولى منذ 5 سنوات ويوقف سلسلة انتصاراته بالدوري. ريجالو يتسبب في خروج بانيغا من أفضل الثنائيات، وكورنادو ورومارينيو حققا للاتحاد أكثر من نصف نقاطه. فيتور ضمك لبرنامجي في المرمى، ركلة حرة أنقذتني في الأرجنتين. حياكم الله. يستعد الهلال السعودي للقيام بسلسلة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة بعد العقوبة التي وقعت عليه بسبب لاعبه محمد كنو. وسائل إعلام كشفت في عن نية الأزرق العاصمي التقدم باستئناف إلى مركز التحكيم الرياضي حيال هذا القرار بهدف تعليق عقوبة غرفة فض المنازعات بمنع النادي من التسجيل فترتين متتاليتين ليتمكن من ضم لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. غرفة فض المنازعات المحلية أعلنت الأحد معاقبة الهلال بالحرمان من التعاقدات لفترتي انتقال وإيقاف لاعبه محمد كنو 4 أشهر محليا ودوليا، فضلا عن تحميلهما غرامة قيمتها 27 مليون ريال لصالح النصر السعودي. أندية أوروبية كبيرة تعرضت لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم حرمتها من التعاقدات لفترتين متتاليتين، أهمها برشلونة وتشيلسي وريال مدريد وأتلتيكو، بسبب مخالفات في إبرام صفقة مع لاعبين قُصّر. استأنفت جميعها لدى محكمة التحكيم الرياضية، واستفاد الريال وتشيلسي من تخفيف العقوبة لفترة واحدة، وثبت القرار على الأتلتيكو، بينما استفاد برشلونة من تعليق العقوبة شهر أبريل 2014. وقتها سارع النادي بإبرام صفقات مميزة أبرزها الأورغواياني سواريز والكرواتي راكيتيتش، قبل أن تثبت عليه العقوبة من جديد شهر أغسطس من طرف فيفا وكاس، ويحرم من التعاقدات حتى 2016. نادي سالمية الكويتي بدوره عقب من طرف فيفا في أكتوبر 2020 بمنعه من التعاقدات لثلاث فترات متتالية بسبب مستحقات اللاعب السوري فراس الخطيب، قبل أن يعود فيفا ويعلق العقوبة بعد الاستئناف، غير أنه في شهر ديسمبر من العام نفسه عاد وثبت القرار بسبب شكاوى مماثلة للاعبين آخرين. فيفا حرم كذلك نادي الزمالك المصري من التعاقدات لفترتين متتاليتين سابقتين بسبب عدم تسديده لمستحقات مجموعة من اللاعبين، وقضية أخرى تخص اللاعب حسام أشرف ناشئ النادي الذي وقع مع أكاديمية في الكاميرون لتسويقه ثم أبرم عقد احتراف في الزمالك، الذي استأنف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي في أكتوبر الماضي دون تعليق أو تخفيض في العقوبة. نادي الاتحاد السعودي بدوره تلقى عقوبة مماثلة من فيفا بسبب شكوى عدم تلقي مستحقات تقدم بها اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي ضد النادي الجداوي في 2017. الفريق قدم استئنافا وقتها لدى فيفا وكاس، لكن في الأخير تم تثبيت القرار بحرمان النادي من التعاقدات. أذهب إلى جدة، من هناك ينضم إلينا أيمن الرفاعي القانوني ورئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم. حياك الله سابقا طبعا. حياك الله دكتور أيمن، كل عام وأنتم بخير، منورنا دائما في مثل القضايا القانونية المعقدة. ما عندنا عادل مثلك وشرواك، وأنت تحديدا يعني من أبرز الأسماء اللي نلجأ لها. خلي أبدأ معك من الأخبار الأخيرة دكتور. الأخبار تقول بأن الهلال ينوي التقدم بالاستئناف.
الاستئناف وين راح يكون؟ ما هي آلياته؟ ما هي الإجراءات التي يتوجب على الهلال القيام بها؟ وأيضا ما المنتظر أيضا من الجهات التي ستستقبل استئناف الهلال؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية طيبة عليك أستاذ محمد وعلى جميع السادة المشاهدين والمشاهدات، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى، وشرواك الطيب وما عليك زود، ويا رب نكون عند حسن الثقة. طبعا اليوم نادي الهلال إذا أراد أن يستأنف على هذا القرار أمام مركز التحكيم الرياضي فهو الآن لديه 21 يوم من استلام هذا القرار، والنوع من مثل هذه القرارات هو يصدر بأسبابه، فاليوم القرار صادر مسبب ولدى نادي الهلال 21 يوم قرار صادر مسبب المركز السعودي. نعم مسبب بأسبابه، لأنه النوع من هذه القضايا حسب ما نصت عليه اللائحة أن القرار يصدر بأسبابه، فاليوم لدى نادي الهلال وأي طرف من أطراف هذه القضية الاستئناف، لديهم 21 يوم للتقدم بنية الاستئناف، وبعد قبول طلب هذا الاستئناف لديهم إلى حد أقصى 20 يوما لتقديم لائحة الاستئناف. طبعا هناك رسوم لابد أن تدفع، وبعد أن يصل هذا الطلب كاملا لمركز التحكيم الرياضي، مركز التحكيم الرياضي يبدأ بإرسال الخطابات لهذه الأندية وتحديد المحكمين لهذا النزاع. فإذا إذا توصل الاتفاق أن يكون هذا التحكيم ثلاثي، وهو عبارة عن محكم من كل طرف وطرف مرجح، فطبعا كل طرف يختار المحكم، فإذا لم يكن هناك أي اعتراض على هذا المحكم، كل طرف اللي هم مين حيكونوا في هذه الحالة دكتور؟ اليوم نحن تقريبا عندنا ثلاث أطراف، إلا إذا تضامن الهلال مع لاعبه محمد كنو فراح يكون عندنا طرفين، نادي النصر ونادي الهلال ولاعبه بالتضامن، إلا إذا أراد اللاعب أن يكون طرف بمفرده فسوف يكون لدينا ثلاثة أطراف، الهلال واللاعب ونادي النصر أو النصر. يعني بعد ذلك بعد أن تتم إجراء اللي فهمته بس عشان نلخص بسرعة، أنه الهلال قدامه 41 يوم بالإجمالي، 21 يوم لطلب الاستئناف، و20 يوم بعدها أيضا لتقديم لائحة الاستئناف، وبعد ذلك يتم اختيار المحكمين، كل طرف من الأطراف، الهلال طرف والنصر طرف، يختارون محكمينهم، ومركز وأيضا المحكمين يختارون رئيس لهم، صح؟ هذا اللي فهمته منك. نعم نعم المحكمين يعني هم أطراف القضية، الهلال والنصر مرجح بينه فقط المحكمين، والمحكمين بعد ما أن يتم تعيينهم هم من يختاروا الطرف المرجح. دكتور عشان تكون الصورة عشان تكون الصورة واضحة. نعم. الآن الهلال تقدم باستئنافه على القرار لدى مركز التحكيم الرياضي. نعم. الطرف الثاني مين؟ صحيح. الطرف الثاني نادي النصر. جميل. الطرف الثاني سوف يكون نادي مش الاتحاد السعودي. نادي النصر لا الاتحاد السعودي ما له دخل، لانه اليوم النزاع بين طرفين. ممتاز. فبين طرفين علشان تكون الصوره واضحه، الهلال حينما يستأنف هذا القرار اللي صدر من غرفه فض المنازعات فان هذا القرار يعتبر لاغيا وتفتح قضيه جديده عند مركز التحكيم. معليش عفوا ممكن تعيد السؤال استاذ محمد؟ اذا صار انه القرار نادي الهلال استأنف على القرار وصار خصمه في المركز نادي النصر، معناته انه القرار السابق لاغي. نحن ما نقدر نقول اليوم انه القرار السابق لاغي، بقدر انه نحن ننتظر ايش القرار اللي راح يصدر من مركز التحكيم الرياضي اللي هي لجنه التحكيم. يعني اليوم نادي الهلال سوف يستأنف أمام مركز السعودي للتحكيم الرياضي. ممتاز. ضد نادي النصر. ممتاز. جميل. نادي النصر يعين محكم ونادي الهلال يعين محكم إذا تضامن مع محمد كنو بأن يكونوا محكمهم واحد، فاليوم نادي الهلال ومحمد كنو إذا تضامنا سوف يكون
لديهم محكم واحد، أما إذا لم يتضامنوا فسوف يكون لكل طرف منهم محكم منفصل. فنحن بشكل عام خلينا يعني نبسطها أكثر، لكل طرف سوف يكون محكم، وبعد أن يتم تعيين المحكمين بطريقة رسمية هؤلاء المحكمين يختاروا المحكم المرجح بينهم جميعا. جميل. فالآن بعد ما ينتهي من التعيين وإلى آخره يبدأ النظر في هذه القضية، فإذا صدر القرار طبعا القرار إما أن يكون نقض كامل للقرار أو يكون نقض جزئي. وطبعا هناك قاعدة في القانون الرياضي لا يضار المستأنف باستئنافه، فهذا يعني أن لن يكون هناك تشديد للعقوبات، إما نقض كامل أو نقض جزئي. جميل. بعد ما يروح الهلال باستئنافه ويقدم لائحة الاستئناف وتمشي القضية، كم مدة التعاملات أو التداول في القضية هذه بالعادة يعني من خلال خبرتك القانونية؟ هو بكل أمانة يعني لا يوجد هناك وقت محدد، ولكن متى ما اقتنعت اللجنة التحكيم بجميع الدفوع فتصدر قرار بإيقاف أو بانتهاء مدة تقديم الدفوع. فهي مسألة مبنية على تقدير لجنة التحكيم. في هذه الأثناء هل تعلق العقوبات الحالية يعني بصيغة أخرى، هل يعود محمد كنو للعب مع الهلال خلال الفترة التي تبقت من الموسم الحالي، وحتى لو استمرت التداولات إلى بداية الموسم المقبل؟ أيضا السؤال الثاني بالنسبة لمنع التسجيل للهلال الفترة الصيفية، هل سيتم تعليق هذه العقوبة أيضا خلال فترة التداول؟ طيب، إذا تقدم الهلال بطلب التدابير الوقتية لتعليق العقوبة، وش التدابير الوقتية؟ سابقة قضاء بسرعة. التدابير الوقتية لابد أن يبرز المستأنف أن هناك ضرر عاجل لا يمكن دفعه، وأسباب كثيرة ولكن هذا من أبرزها، أنه لابد أن يبرر ويثبت المستأنف أن هناك ضرر لا يمكن دفعه أو تعويضه حتى يتم البت أو تثبيت هذه العقوبة بشكل كامل. فاليوم يستطيع نادي الهلال أن يعلق هذه العقوبة بحكم اللائحة، وعلى لجنة التحكيم النظر في هذا الطلب، فإذا كانت هناك قناعة تامة بأن هذا الطلب يمكن تعليقه بالتدابير الوقتية فيمكن تعليق الإيقاف وتعليق عقوبة التسجيل، ويستطيع نادي الهلال أن يسجل مثل ما حصل مع نادي برشلونة كسابقة حصلت في الفيفا. جميل. يعني في مثل هذه الحالة أنت من خلال وجهة نظرك القانونية وش أبرز الأشياء اللي ممكن الهلال يطعن فيها في الحكم اللي صدر ضده؟ طبعا نحن خلينا نرجع للقرار بشكل يعني عام وبحكم الاطلاع بصفة خاصة، أنا لدي تقريبا عدة ملاحظات على هذا القرار من وجهة نظري، مثل ما اللجان القضائية تجتهد وتصيب وتخطئ، فأنا ينطبق علي نفس الحالة، ولكن هناك حالات واضحة بالنسبة لي ومن وجهة نظري. الحالة الأولى هو تفسير الفترة المحمية. غرفة فضل المنازعات لجأت إلى سابقة قضائية صدرت في 2009، فأنا أتعجب كيف لجأت غرفة فضل المنازعات إلى سابقة قضائية لتفسير نص موجود في لائحة الاحتراف السعودية. جميل. وفي لائحة الاحتراف في الفيفا في المادة الأولى. هذا أولا. ثانيا، إذا افترضنا أنه لا يوجد هناك تفسير فلماذا لجأت إلى سابقة قضائية قبل 11 سنة ولم تلجأ إلى جهة الاختصاص وهي لجنة الاحتراف التي خولتها اللائحة في تفسير النصوص؟ فاليوم كان من المفترض أولا عدم اللجوء إلى سابقة قضائية، وهذا عرف قانوني ومبادئ قانونية لا يمكن النزوح عنها، أنك أنت بوجود نص فلا اجتهاد مع نص، فالنص موجود فلماذا تلجأ إلى سابقة قضائية وترمي اللجنة الاحتراف بعرض الحائط ولا تطلب منها الاستفسار وتفسير هذا النص؟ الشيء الآخر وهو العقد واعتباره عقد احتراف، أحد الأطراف طعن بعدم صحة هذا العقد،
فلم يأتي أولا ما يسبب أن هذا العقد ردا على هذا الطلب، أنه ليس بعقد محامي اللاعب كنو، ولم أيضا وعادت بتكرار نفس الإجراء بعدم سؤال لجنة الاحتراف هل هذا عقد احتراف صحيح يتبع البنود اللي موجودة في لجنة الاحتراف. وكان من المفترض أن الغرفة فض المنازعات تلجأ إلى لجنة الاحتراف بسؤالها هل هذا فعلا عقد احتراف صحيح أو لا. الجزئية الأخرى اللي هو مسألة التعويض، اليوم عندنا نحن مادة تتكلم في التعويض في الفترة المحمية بس عشان ما نتجاوز النقطة اللي قبل شوي. يعني العقد لما أرسل لجنة الاحتراف بحسب بيان نادي النصر كان واضح ومنصوص فيه على أنه تم إبلاغ لجنة الاحتراف، وأيضا بيان الغرفة أكد أنه في في القرار الذي يصدر قبل أيام أكد أنه هناك عقد موجود لدى لجنة الاحتراف بتاريخ 3. لو كان في مشكلة في العقد مفترض أنه من يوم توقيع، من يوم تاريخ التوقيع قبل لا تصير المنازعة هذه كاملة، أن اللاعب اعترض. وتعرف أنت السكوت علامة الرضا طبعا في مثل الحالات. لا، اللاعب اليوم اعترض وكيله بعد ما صارت القضية المحامي. نعم، ما في مشكلة، ما لا يشكل، أنت لديك الاعتراض مستمر ما دام في قضية ومنظورة، فلديك أنك أنت تدفع أنه هذا عقد، أنه هذا نوع من أي أنواع العقود وليس بعقد احتراف. فلم تكن هناك إجابة واضحة ومسببة تسبيب باين ومقنع بأنه هذا فعلا عقد احتراف، ولم تسأل جهة الاختصاص أنه هذا فعلا عقد احتراف أو لا. فهي من قدرت بنفسها، ونحن نعلم أن القاضي لا يقدر في مثل هذه المواضيع بكون أن هناك جهة اختصاص هي من تحكم في مثل هذه المواضيع. حتى لو خولت اللجنة الفنية، لجنة الاحتراف، الغرفة، غرفة فض المنازعات، اللجنة لا تخول، اللجنة ليس لها، اللجنة لا تخول، لجنة الاحتراف لا تخول، هي لها صلاحياتها واختصاصاتها، وغرفة فض المنازعات لها صلاحياتها واختصاصاتها. ممتاز. هنا لا، ليس تفويض، هذه جهة مستقلة وهذه جهة مستقلة. ممتاز. الجزئية الأخرى اللي بحب أنتقل إليها التعويض. اليوم نحن عندنا نوعين من التعويض، تعويض في الفترة الحرة وتعويض تعويض المالي في الفترة المحمية في حال كسر، نعم، في حال كسر العقد. فاليوم كون أنه لجنة غرفة فض المنازعات فسرت التفسير أنا اللي من وجهة نظري أعتبره خاطئ أنها فترة محمية، فعلى ذلك أصدرت عقوبة رياضية في المخالفة وفي التعويض، ولكن أيضا وعادت تكرار نفس الخطأ، وهي في ذات القرار ذكرت استنادا على النظام العام داخل المملكة العربية السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات الشرعية. وكونك استندت على هذه الأنظمة، فأولا نظام المرافعات الشرعية وأيضا نظام غرفة فض المنازعات يجيز لك أن تلجأ إلى الخبير. وكونك أيضا استندت على الأنظمة، فهناك أيضا حالة أخرى اللي هو السنهوري حدد أن هناك مسؤولية تقصيرية، وهو تحديد السبب والضرر والعلاقة السببية بينهما. فاليوم التعويض لا يمكن أن يقدر من الغرفة، لابد أن يكون هناك خبير يقدر هذا التعويض، ولابد أن يكون يعني حتى المجمع الفقهي الإسلامي، بما أنك أنت استندت على الأحكام الشريعة الإسلامية، حتى مجمع الفقه الإسلامي ذكر صراحة أنه لابد أن يكون هناك وجود ضرر بين على المضرور وخسارة محققة. فاليوم ما هو الضرر الذي قدمه نادي النصر أن هناك فعلا ضرر حقيقي؟ فلا يوجد داخل القرار أن ما يثبت أن هناك فعلا ضرر حقيقي أوقع على نادي النصر. بس في عقد، اليوم في عقد غياب، وفي بند في العقد، في شرط جزائي، هذه أشياء معروفة يعني، والعقود دائما تحترم. صحيح. وهي واحدة من أهم، وهي واحدة، عفوا بس، واحدة من أهم الأهداف التي ترعاها لجنة الاحتراف دائما وتؤكد عليها في قراراتها وحتى في لائحتها الأساسية ونظامها الأساسي. بالتالي احترام العقد واحترام ممتاز. بنود العقد مهم جدا. ممتاز، صحيح كلامك. فلماذا أنت لجأت في تفسير الفترة المحمية إلى سابقة قضائية، ولم تلجأ إلى آلية تقدير التعويض إلى سابقة قضائية أو إلى الأعراف في الشريعة الإسلامية مثل قاعدة الشريعة الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار،
وأيضا المجمع الفقهي والله. حدد أنه لابد أن يكون هناك ضرر بين. فاليوم أنت استندت على أنظمة شرعية واستندت على نظام المرافعات الشرعية ولم تعمل بما ذكرت هذه الأنظمة وهذه القواعد الفقهية اللي موجودة وكلنا نحن نعمل بها في مجال القضاء والقانون. والله يا دكتور كذا كان يفهم من كلامك انه قرار كان يعني على قولتهم يعني حتى ايضا يعني. نادي النصر حتى نادي النصر ايضا ظلم في تقدير اتعاب المحاماة. نادي النصر قدم انه هناك طلب بتعويضه بمليون ريال ورفضت اللجنة بسبب انه لم يقدم ما يثبت. طيب انت كيف فوق حكمت ولا يوجد اثبات وفي تقدير المليون ريال قلت أنه لم يقدم ما يثبت؟ فهذا تناقض واضح في القرارات اللي موجودة جميل. داخل يعني هذا يعني القرار. أفهم من كلامك صراحة تناقضات إيه أفهم خلينا بس أكمل لك نقطة وأيضا أسرع لأن ما عندنا وقت أيوة. وأيضا أحد الدفوع استند إلى قضية سابقة لقضية عبد الله السالم أيه؟ ورفضتها اللجنة الغرفة وبعد ذلك استندت عليها. فكيف أنت ترفض سابقة وترجع تستند عليها وتحكم عليها؟ فاليوم القرار بكل أمانة من وجهة نظري توجد فيه صراحة تناقضات غريبة وتناقضات عجيبة من وجهة نظري. والنقطة الأساسية أنه لا اجتهاد مع نص. يعني عندنا يعني غرفة إذا عرفنا أنه مكونة من 6 أعضاء الآن عفوا من 5 أعضاء الرئيس ونائب قانونيين واثنين مندوبين عن الأندية واثنين مندوبين عن اللاعبين 6 أعضاء. تعتقد أنه قلة الخبرة القانونية عند مندوبي الأندية ومندوبي اللاعبين تسببت في حكم يعني نستطيع أن نقول بأنه مو محكم قانونيا؟ الأصل في الإنسان البراءة والأصل فيهم الخبرة والأصل فيهم احنا ما نتكلم على نزاهة هم أبرياء إن شاء الله. نعم، على الخبرة لا في صحيح لكن نعم. بشكل عام أي منصب يكون شاغره ليس بالكفاءة الكافية وبالخبرة الكافية بطبيعة الحال سوف تكون القرارات دائما ليست بالشكل الصحيح والتقدير جميل. الصحيح. فهذا بشكل عام أي منصب لابد أن يكون مشغور وأنا من وجهة نظري لو كنت صاحب القرار سوف أعيد آلية التشكيل أن تكون الأغلبية للمتخصصين في القانون. اليوم أنت جالس تحكم بمبالغ مليونية في مبادئ قضائية كثيرة مبادئ قانونية. فاليوم غرفة فض المنازعات هي غرفة قضائية قانونية جميل. حتى وإن لم تصنف من ضمن اللجان القضائية ولكن هي غرفة تفصل بالنزاع وفق قانون وفق مبادئ قضائية وفق أحكام وسوابق. فلا بد أن يكون داخل هذه الغرفة ممن يجيدون بالتأكيد وأكيد إن شاء الله من فيهم خير تكييف لكن نعم. لكن التجويد دائما مهم. شكرا جزيلا لك من جدة كنت معنا القانوني رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أيمن عرفة. وقولا نتابع بعده في المرمى وفيه الفيحاء يهزم الهلال للمرة الأولى منذ 5 سنوات ويوقف سلسلة انتصاراته بالدوري. اللي بخاطرك يوصل لك أسرع شيء من فلتر 7 ريال رسوم توصيل. أطلب الحين. أشكال هندسية مذهلة كلها شكل بيضاوي تربط بينها خطوط تشبه لحد المطابقة الأبراج السماوية في منطقة ذكرت في القرآن أنها أول بيت وضع للناس. والغريب أن الأسماء فدك يثرب خيبر أمم سابقة تدل على أن الجزيرة العربية مهد البشر. هذه الغرف ليست مصائب وليست مساكن وليست مدافن. إذن ماذا تكون إذن؟ سيدلنا الله على الجواب. هذا كله يفتح مزيدا من البحث في أرض الجزيرة العربية.
على خطى العرب الجمعة 2:30 على شاشة العربية. كل اللي بخاطرك يوصل لك أسرع شيء من فلتر 7 ريال رسوم توصيل. أطلب الحين. اعتراض سفينة روسية في قناة المانش. تحليلات العسكرية تقول بأن ربما هي مسألة أيام فقط. اسمح لي أن أبدأ بهذه العواجل الآن. حياكم الله من جديد في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الدوري السعودي لكرة القدم. تغلب الفيحاء على ضيفه الهلال بهدف دون رد. بعد رحلة آسيوية ناجحة، الهلال يعود إلى المنافسة المحلية، عينه على الانتصار السابع على التوالي بالدوري في ضيافة الفيحاء، خصمه المرتقب في نهائي كأس الملك. بعد بداية المباراة، رازوفيتش يبحث عن فوزه الأول على دياز. خسر أمامه مرة وتعادل مرة، فيما الأرجنتيني خسر آخر مباراة أمام الفيحاء في الملعب ذاته ولا يتمنى تكرار التجربة. سالم الدوسري يحاول بالتهديد الأول، كن فلاديمير ستويكوفيتش تصدى لها. الهلال يستشعر الخطر، كرة تصل إلى هداف الدوري إيغالو يسجل الهدف الأول بالذكاء، لكن راية الحكم المساعد تلغيه بدعوة وجود نيجيري في التسلل. ركنية للفيحاء، الخيبري يستغل سوء تغطية لبليهي يسجل الهدف الأول لفريقه والأول له هذا الموسم. الهلال يسعى للعودة، ميتشيل يضيع فرصة خطرة على الهلال كادت أن تساعد الفريق على التعادل. الخيبري يواصل تألقه، يحرم إيغالو من التعادل. قائد الفيحاء يساعد فريقه على إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد. قبل انطلاق الثاني، الفرج وجانغ يتناقشان حول أفضل أسلوب للعودة. ماجد الشمراني يعطي الإذن بانطلاق الشوط الثاني تحت أنظار دياز الباحث عن التعادل. ميتشيل كاد أن يسجله لكن كرته تجاور القائم بقليل. بيريرا يضع ياسر الشهراني أمام مرمى الفيحاء، الأخير يفشل في تسجيل التعادل، يبقى جالساً متسائلاً كيف ضاعت منه الفرصة. الزقعان يقود مرتدة للفيحاء، يضع رامون لوبيز أمام المرمى الأزرق يسجل الهدف الثاني لفريقه والأول له منذ 6 أشهر بالدوري، لكن تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل على الزقعان في بداية الهجمة. ميتشيل مجدداً، كرة متبادلة مع بيريرا، لكن القائم يعترض التسديد بعد تدخل دفاع الفيحاء. الهلال يضغط بكل قوته لكن محاولاته تصطدم بتألق دفاع الفيحاء وحارسه، والأزرق يفشل في فك شفرة أصحاب الأرض ليتلقى أمامه أول خسارة بالدوري منذ بداية 2022 والثانية على التوالي في كل البطولات. إلى الرياض من هناك عادل بطية اللاعب السابق يلتحق بنا، وأيضا من جدة نجم كرة القدم السعودية أيضا السابق حمزة دريس. أهلا وسهلا بكما، كل عام أنتما بخير. أبدأ معك عادل، مباراة الهلال يخسرها لأول مرة من فترة طويلة الهلال يخسر في الدوري، وش السبب؟ ثاني مباراة أيضا على التوالي لو تكلمنا، حتى مع خسارة أمام الريان الآسيوية. أولا أحييك أخوي محمد، وكل عام وأنت بخير، ومشاهدي العربية، وأيضا أقول أخوي العزيز كابتن حمزة كل عام وأنت بخير. عاد حمزة قصة الحالة، هو مستانس حمزة على الفوق على خسارة الهلال الحين ما يحتاج حقه، والله حقه، بس الله يعينه بعد ويومين يمكن يصير لنفس الموضوع. طيب هو أكيد، شوف محمد، أنا ودي أقول كلمتين يعني في المباراة تحديدا، إن شاء الله ما أطول. لو حطيت الفريقين بالميزان قبل المباراة بتقول الكفة ترجح للهلال بشكل كبير بدون شك. صحيح. اليوم ما فاز الهلال لعدم التوفيق، لعدم التوفيق أولا. ليش؟ أسلحتك الدائمة مين؟ سلمان الفرج، سالم، إيغالو، البريك، ياسر، 5 هم مؤثرين بشكل، زائد ماريجا اللي ما كان موجود. إذا اللاعبين كلهم الخمسة أحيانا يكون واحد منهم أو اثنين، ولكن 3 في أحسن حالاتهم، لما يكون كل المجموعة مو موفقة يصير الأمر صعب. هذا كله
رأي. الأهم من كل ذلك الهلال شلون يلعب، استحواذ ولعب بين الخطوط، من اللي ما أعطاهم المساحة اليوم؟ والله أنا ركزت كثير، الفريق يلعب في 30 ياردة متقاربين، ما في كرة اللعب بين الخطوط، مع طبعا وجود فرص هلالية أكيد في ظل المباراة. طيب لو جينا والكابتن حمزة معنا اليوم، مع تقديري وحبي لمدافعي فريق الفيحة اللي ما استقبلوا ل 19 هدف من 26 مباراة، كل الأسماء البقعاوي والخيبري والشويش واليوم طبعا ما مسعود غايب ولعب اليوم علي الزقعان لأول مرة ظهير، كل هذه الأسماء إيه، وزائد قدامهم السفري وريكاردو محوة، هالأسماء اللي نحطها في الميزان هل هم أفضل عناصر المفروض يروحون منتخب أو غيره؟ لكن معهم مدرب وظفهم بشكل غير عادي. أنا لما شفت الزقعان اليوم ظهير أيمن قلت تركب يعني تخرب تركيبة رازوفيتش، لكن اليوم في حالة انضباط محمد ميم صدفة. نجيهم الحين في هذه الحالات كابتن عادل، لكن خلني أروح أيضا للكابتن حمزة المبتسم السعيد معيد اليوم عيدين ما شاء الله، عيد الفطر وعيد الصدارة. الهلال اليوم ما فاز زي ما قال الكابتن عادل، أو الهلال فعلا خسر لأنه كان يستحق الخسارة؟ محمد صراحة أنا بالنسبة لي لا، الهلال حاول يؤدي مباراة جيدة، يعني كان في جهد، لكن الفيحة هو اللي قدر يتعامل مع المباراة وقدر يفوز في المباراة لأنه استحق الفوز. أول شيء التعامل الجيد في التنظيم الدفاعي، وفي نقطة أنا بالنسبة لي عجبتني جدا في الفيحة اليوم، الفيحة صح بيلعب في الناحية الدفاعية، لكن حتى هو في الحالة الدفاعية قاعد يفكر في الحالة الهجومية. أول ما يكسب الكرة واسترد الكرة انتشار سريع بخمسة لاعبين فقط، فلما يهاجم بخمسة لاعبين معناته هو بيترك كمان أمان في الدفاع بخمسة لاعبين، يعني في الحالة الهجومية بيفكر في الناحية الدفاعية وفي الحالة الدفاعية بيفكر في الناحية الهجومية، ما بيلعب بس في حالة واحدة، وهذا ذكاء جدا عالي من المدرب. واتفق مع أخوي عادل في الكلمة أنه فعلا يعني خط الدفاع كعناصر في الفيحة ما هو الأقوى ولا هو الأفضل، لكن التنظيم الرائع والانضباط التكتيكي العالي من اللاعبين، هو المدرب واصل مع لاعبينه أنه هذا الأسلوب اللي نحن قادرين ننجح فيه، فبالتالي اللاعبين قاعدين يأدوا على أعلى مستوى فيستحقوا الفوز. في رأيي يستحقوا الفوز، الهلال قدم مباراة مقبولة لكن الفيحة يستحق الفوز. كابتن عادل، يعني لو تكلمنا عن الدفاع الفيحة اللي كنت من شوي بعد تتكلم عنه، نتكلم على أظهرة مو أظهرة يعني مو أظهرة أساسيين، يعني علي زقعان مو لاعب ظهير أصلا، حتى يعني مؤخرا بس بدأ يلعب في وسط الملعب، في العادة كان يلعب جناح. أيضا على الجهة الأخرى البقعاوي أصلا ما يلعب يسار، فهو الآن قاعد يكمل في هالجهة. كيف الهلال ما قدر يستفيد من هذه المشكلة أولا عند دفاع الفيحة اللي كانت أصلا واضحة في الشوط الأول قبل الهدف، قبل هدف الفيحة في مساحات كثيرة خلف الأظهرة ما قدر الهلال يستغلها، رغم أن عنده اثنين أجنحة من أفضل أجنحة الدوري. صحيح محمد كلامك، لكن في تغطية مناسبة لو شفت ريكاردو والسفري كيف يأدون، اثنين البقعاوي في الشوط الأول اللي هو يلعب بيد قدمه اليمنى زي ما قلت أنت، عمره ما لعب ظهير أيسر، يعني لعب في الهلال ولعب في الشباب أعتقد، ومع ذلك لعب اليوم ظهير أيسر، يعني كأنه سد خانة بالنسبة لصعوبتها، ولعب ظهير أيسر بتكتيك دفاعي بحت بدون أي دور هجومي. محمد شوف الدقيقة 77 وش سوى، لعب فواز الطريس ونقل طلع علي الزقعان ولعب البقعاوي ظهير أيمن، وصار فواز الطريس يضغط، يعني تعطيل هجمة كنترول مع مساندة من بانا غونيتش، هذا يعني أصبح في أشياء دول الملعب تقاد. طيب أنت لما قلت لي ما في استغلال، أنت شفت مساحة 10 ياردة ولا 15 ياردة، حالات قليلة أيضا يوم نزل سعود عبد الحميد، طبعا في الوقت الأخير قل المجهود المخزون اللياقي لفريق الفيحة، أصبح سعود يلقى المساحة اللي وراء وبعد التغيير المدرب، لكن بشكل عام يستحق الفيحة الفوز لأنه قارئ جيد مع مدرب قرأ جيد بشكل ممتاز، وعدم توفيق الهلال. لكن أنا يعني الحقيقة، ومن محمد يمكن تتذكر من بداية الموسم وأنا أتكلم لك عن المدرب هذا، أنا معجبني بصراحة كثير يوم كان في الفيصلي وفي الظفرة الإماراتي. ممتاز كابتن حمزة، خلينا نجي على رقمين بسيطين كذا يشرحون كثير من أو يضعون علامة استفهام على الهلال في المباراتين الأخيرة. أمام الريان الهلال كان يستحوذ بنسبة 74.6-75% تقريبا في مباراته، أمام الفيحة يستحوذ بنسبة 64%. التسديدات أمام الريان 25 تسديدة، 4 فقط على المرمى، أمام الفيحة 28 تسديدة، 3
فقط على المرمى. وش مشكلة الهلال؟ يعني هو يوصل مرحلة معينة في المباراة يقوم يستعجل ولا وش السالفة بالضبط؟ يعني ما في مو معقول أنك تخسر 3-0 في مباراتين، يعني هدفين قدام الريان وهدف قدام الفيحة وأنت عندك الأرقام المرعبة هذه. محمد أنا أروح على طول لما أشوف هذه الأرقام أروح إنه في إرهاق للاعبي الهلال في الحالة الذهنية. دائما المهاجم خاصة المهاجم اليوم لما تطلع قرارات خاطئة معناته إنه ذهنيا ما هو مرتاح، يعني ما هو في أفضل حالاته. فبالتالي لو حتى في مباراة اليوم شفنا محمد في كرات المفروض جيدة للتمرير تسدد وفي كرات جيدة للتسديد تمرر، فأخذ القرار في الجزء الأخير أو في اللمسة الأخيرة ما كان جيد مع لاعبين يملكوا الإمكانيات. يعني لو نتكلم على سامي، على إيغالو، لاعبين مميزين، على بيريرا، لاعبين مميزين أصحاب إمكانيات عالية جدا، لكن هو اتخاذ القرار في الوقت المناسب في اللحظة المناسبة القرار المناسب، هذه دائما تكون حالة ذهنية للاعب خاصة إذا كان يمتلك مهارات. فلما يكون إرهاق، وأنا أعتقد هذا سبب إرهاق المشاركة الآسيوية، سببها الإرهاق الذهني، فخلى الهلال دائما ما بيأخذ القرارات الصحيحة، وبلا صح لاعبي خط الهجوم في الهلال ما كانوا يأخذوا القرارات الصحيحة. ومع ذلك كان في كذا فرصة، يعني اليوم برضو الفيحة أبدع في الناحية الدفاعية، لكن صراحة كان محظوظ سواء في مباراة اليوم أو مباراة الاتحاد، لأنه قائم شارك مباراة الاتحاد كورة والعارضة، لأن نفس السيناريو تقريبا المباراتين. كابتن عادل ياسر الشهراني، محمد ميزة كبيرة. إيه بالضبط، ياسر الشهراني محمد ميزة كبيرة إنه يفوز على الاتحاد ويفوز على الهلال، يعني ورا بعض ست مباريات في دوري أبطال آسيا ب 485 دقيقة، ويلعب أيضا في مباراة الفيحة، وعندنا ناصر الدوسري. صحيح، أنا قلت لك محمد اليوم في عدد من اللاعبين مرهقين، حتى ترى سلمان اليوم تغييره كان أصلا هو قبل المباراة كان تعبان، يعني عشان كذا. لكن ياسر مؤكد أنه أيضا. سؤالك ليش الهلال يخسر؟ محمد لو في ملاحظة، الهلال يقبل أهداف من كرة ثابتة قدام الشارقة وقدام الريان واليوم، وهذه تصدق تستحق حلقة مع الزملاء. هذا سبق حكينا عنها قبل مباراة السوبر قدام الفيصلي، لكن حنجيها بعدين. ونرجع لها. واستمرت المشكلة، استمرت المشكلة حتى اليوم يعني. لكن الهلال الإرهاق اللي يصير الياسر اليوم، البريك مع التدوير مع سعود ما في مشكلة. ياسر اليوم في ناصر الدوسري اللي عائد من غياب طويل، وحتى شفنا عودة ناصر يحتاج مباريات ويحتاج دقائق. لكن بالعموم الله يعينهم بعد على الشهر هذا الجاي، عدد مباريات كبير يحتاج الهلال التدوير الصحيح في العدد المعقول، لا يتجاوز 50% ولا يكون في خط ممتاز كامل. بس ياسر أول واحد بصراحة يحتاج. عندي سؤال للكابتن حمزة ونحاول نختصر فيه قد ما نقدر. الفيحة اليوم لعب بدفاع متأخر لو بلوك، لكن هذا المفترض أنه الهلال متعود عليه. الهلال لاعب نهائي دوري أبطال آسيا بالطريقة هذه، يعني قدام أنه الفريق اللي قدامه يدافع داخل منطقته. ليش الهلال فقد الحلول في هذا امام هذه الفرقه؟ كابتن حمزه صحيح محمد، هو لعب الفيحة لعب صح في دفاع منخفض، لكن في احيانا وفي اجزاء في وسط المباراه كان يطلع ويسوي بلوك في وسط الملعب. بس كان دائما يجبر الهلال انه يروح على الاطراف، يروح على الاطراف. ليش؟ لانه عنده لاعبين مميزين في التعامل مع الكرات العرضيه، دائما قلوب الدفاع بيفتحوا المحاور بيدخلوا بينهم ويصبحوا ساتر، يعرفوا يتعاملوا مع الكرات العرضيه، دائما نلقاهم هم امام اللاعب الهلالي، والالعاب الهوائيه كذلك بيتعاملوا معها. فهذا شيء جيد للفيحة، بأخلي الفريق وأجبر الفريق أنه يلعب بالطريق اللي أنا أكون أو نقطة قوة فيها للفيحة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جدة حمزة دريس نجم كرة القدم السعودية السابق، وأيضا عادل البطي نجم كرة القدم السعودية السابق. شكرا جزيلا لكم. الوقفة الأخيرة نعود بعد المتابعة في المرمى، وفيه قالوا يتسبب في خروج بانيجا من أفضل الثنائيات. حياكم الله من جديد. إذن تسبب النيجيري قالوا في خروج بانيجا من أفضل الثنائيات في الدوري السعودي، وكورنادو ورومارينيو حققا للاتحاد أكثر من نصف نقاطه في الدوري. عصام عامر يفصل في التقرير التالي. في
في تشكيلة نادي الاتحاد متصدر دوري المحترفين ثنائية رومارينيو وإيغور كورنادو فرضت نفسها فوق الميدان. اللاعبان البرازيليان ساهما في إحراز 33 هدفا من أهداف الفريق الجداوي، أي ما نسبته 61% من أهداف الفريق في البطولة، كما صنعا مجتمعين 14 هدفا بواقع 8 أهداف لكورنادو و6 أهداف لرومارينيو. ورومارينيو استفاد من 3 تمريرات حاسمة من إيغور هز بها شباك المنافسين. أهداف الثنائي البرازيلي ساهمت في تحقيق 36 نقطة من أصل 60 جمعها الفريق في الجولات الماضية. ثاني الترتيب نادي الهلال، تمكن صانع ألعابه ماتيوس بيريرا من خلق 32 فرصة محققة، 10 منها تحولت إلى تمريرات حاسمة، والأكثر استفادة كان الجناح موسى ماريغا بثلاث تمريرات حاسمة، والهلالي السابق غوميز بهدفين. والثنائي البرازيلي المالي هو الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع الهلال في الموسم الحالي ب23 هدفا من أصل 47 هدفا سجلها لاعب أزرق الرياض. في نادي النصر تبرز ثنائية تاليسكا وأبو بكر. اللاعب البرازيلي صنع هدفين، أحدهما كان بتوقيع أبو بكر، بينما صنع الكاميروني 4 أهداف هذا الموسم كانت جميعها من نصيب تاليسكا، ليصل مجموع مساهمة الثنائي مع أصفر الرياض إلى 24 هدفا أو ما يمثل 56%، أي أكثر من نصف أهداف النصر في دور المحترفين، كما أن هذه الأهداف ساهمت في حصد 25 نقطة للفريق النصراوي. صاحب المركز الرابع نادي الشباب في النصف الأول من الموسم خطفت ثنائية بانيغا وإيغالو الأضواء بعد اشتراكهما في تسجيل 18 هدفا خلال 15 جولة من أصل 34 سجلها الليوث في مرحلة الذهاب. الأرجنتيني بانيغا قدم 4 تمريرات حاسمة في تلك الفترة، سجل منها إيغالو 3 أهداف، لكن وبعد رحيل النيجيري إلى الهلال لم يقدم بانيغا أي تمريرة حاسمة لزملائه رغم تسجيل الفريق ل 18 هدفا منذ بداية مرحلة العودة. عصام عامر، العربية. وإلى الصقر السعودي السابق عبد عطيف، حياك الله، نورنا، كل عام وانت بخير كابتن. حياك الله اخوي محمد، وكل عام وانت بخير، وهذا الوطن الغالي والامه الاسلاميه ككل برخاء وامان باذن الله، وعلى جميع متابعي قناه العربيه وبرنامج في المرمى. يا هلا وسهلا. ابدا معك كابتن، من الثنائيات اللي شفناها، وش افضل ثنائيه من الثنائيات اللي شفناها في تقرير عصام؟ كتأثير أنا أعتقد هي روما وكورنادو، واضح التأثير من منذ قدوم كورنادو، ورغم أن الأسلوب تغير وأيضا الإضافات اللي صارت في الاتحاد في الفترة الشتوية أيضا كانت داعم لهذا الثنائي، ورغم إصابة كورنادو الطويلة وما ذلك أنا أعتقد أن تبقى هي أفضل ثنائية في الدوري هذا الموسم بالتأثير والحلول الفردية والإمكانيات والحسم صراحة، يعني ايضا النقاط اللي حسموها وش بشكل كبير. وش المعايير اللي ممكن نستند عليها في مثل هالحالات؟ شوف، اول حاجه الثنائيات التاثير على المنظومه ككل. لما نجي لروما وكورنادو، كان الاتحاد نعرف هو كان باسلوب ما قبل، خلينا نتكلم في الاتحاد كان اسلوبين هالموسم، اسلوب اللي هو الارتداد، وكان هذا تقريبا في النصف الاول من الدور الاول الى ما قبل مجيء حمد الله ودخول انريكي وفيليب على التشكيل، كان الاتحاد فريق ارتداد في الفتره الاولى، في الفتره الثانيه ومع ذلك كانوا هم المؤثرين، وكورنادو وروما كانوا بشكل صريح يلعبون اثنين مهاجمين يعني في الامام او واحد خلف واحد. في الفتره الشتويه لا، الاتحاد أصبح يستحوذ، أصبح فريق قوي، أصبحوا اثنين يتناوبون خلف حمد الله وأصبح تأثيرهم أيضا قوي، فأيضا جميل. تأثيرهم على المجموعة في كل الأسلوبين والطريقتين كان واضح ومؤثر جدا. عندهم أيضا الحل الفردي الأنيق صراحة، الاثنين هذول عندهم حل فردي أنيق، يعني زي ما نقول حنا يقدر يتصرف الحالة أحيانا، وشاهدنا رومارينيو يمكن حتى الحالة كان يتصرف بشكل كبير، وكورنادو أيضا يجد الحلول منفردا صراحة. بقية الثنائيات الثانية تلقى فيها صانع ألعاب وتسعة، 10 و9،
لكن هالثنائية هذه مو بثنائيات مهاجم وصانع العاب، ثنائية صانع العاب و تسعة ونص أو جناح في فترات معينة، منطقية تحس الثنائية هذه؟ هذه هي الأكثر، شوف الأكثر الثنائيات اللي تكون واضحة جدا هي هذه المركزين، يعني واحد في وسط الملعب يكون عشرة أو ثمانية في الأسلوب الجديد اللي هو في الثلاث المحاور، ومهاجم في الغالب يعني في الغالب يعني، أو تكون خلنا نقول مهاجم صريح ومهاجم يأتي من الخلف. أيه؟ هذه الثنائية الثانية. أيضا الثنائية الثالثة اللي أيضا نشاهدها في كثير الآن في 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 حول العالم، إنه ظهير وأمام جناح أو لاعب وسط، هذا أيضا ثنائية يكون لها تأثير في صناعة اللعب وإيجاد الحلول والخيارات للتسجيل. فهذه أكثر ثنائيات المعروفة كتأثير من ناحية الحلول الهجومية. في ثنائيات من ناحية التنظيم الدفاعي، في ثنائيات لكن الناس لا تنظرها بشكل كبير بحكم أنه الناس تنظر للتأثير الهجومي أكثر من الثنائيات وتأثيرها الدفاعي. بنيجا ساهم مع إيجالو لما كان عنده في الشباب في 18 هدف من 15 مباراة. في الدور الثاني بعد ما انتقل إيجالو إلى الهلال، بنيجا ما ساهم أو ما صنع أي هدف أو قدم أي تمريرة حاسمة لزملائه، رغم أنهم سجلوا 18 هدف. وش ترجع هذا التراجع الكبير في مساهمة بنيجا في الصناعة في دقيقة ما عاد عندنا لدقيقة؟ أولا غياب المهاجم واضحة. الشيء الثاني بانيجا تأثيره ترى على المجموعة ككل محمد، يعني مش تأثيره على بس على اللاعب الأمام. لما كان مع جوانكا كانت ثنائية عظيمة جدا في وسط الملعب، ثنائي كان جدا جميل. لذلك ثنائية بانيجا هي أساس، ولا بد أن يكون آخر مكمل معها كان في فترة جوانكا وثم إيجالو لما لم يجد الصناعة. لكن الآن مع عودة نواف أعتقد أنه حيكون ثنائية جميلة بين الثنائي هذا، بين نواف وبين بانيجا. بقول له نواف بانيجا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض عبد عطيف نجم كرة القدم السعودية السابق. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، غدا أو اليوم الأربعاء في حلقة الأربعاء سنكون في متابعة لافتتاحية الجولة الجديدة من الدوري السعودي لكرة القدم. شكرا على حسن المتابعة، كل عام وأنتم بخير وفي أمان. جانا العيد وغنينا وارسلنا تهانينا، حمدنا الله على الفرحة تجدد كل أمانينا. كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك. عيد سعيد للجميع. عيد مبارك. نعاد عليكم بالصحة والعافية. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد سعيد للجميع. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. عيد مبارك. عيد مبارك شباب. كل عام وانتم بخير. عيد مبارك. كل عام انتم بخير. عيد مبارك. ارحبوا يلا حيهم بجري والسلامة من العايدين والمايزين والسالفين. عيدكم مبارك. والله يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله.